مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا الأجزاء ديال القصة ديال سعيد اللي كاين في الخيرية للأخ ديالو ما شافتو 37 سنة، تناولنا معاه القصة في الأول. الفيديو الثاني كان اللقاء ديالها بالأخ ديالها. الفيديو الثالث اللي أسئلة الرأي العام وجهناها ليها بشكل مباشر، ثم إطار القانوني اللي تناولته أستاذة ليلى العماني وكذلك الأستاذ المحامية زين خيار. مشاهدينا الكرام، الجزء اللي غنناقشوا اليوم هو شق إنساني ويميل شيئا ما للغرابة. كيفاش؟ تبعوا معايا. ليلى انت والأستاذة مشيتوا للمركز وعيطوا الأطباء وجاو وخلصتوهم من مالكم الخاص باش تعتقوا هاد السيد هذا على ديك الرجل ديالو، وانتم تفاجئوا بامور اخرى وضحي لي. السلام عليكم، شكرا للمتتبعين الكرام لتتبع هذا الملف الشائك مرة أخرى. فعلا سيد يوسف، احنا كنا من الأول قلنا بلي أنه هذا الشخص من شفناه حتى احنا بحال جميع المواطنين المغاربة على الشاشة وعلى اليوتيوب، شفنا بأنه عنده واحد الأرجل شوية يعني باينة مريضة، لأن كانت عنده واحد اللون غامق باين فيه واحد المشكل. فحنايا ما غنفهموش هذا المشكل هذا، لكن احنا من الباب الانسانيه قلنا غادي نتوجهوا وغادي نمشيو نديو اس او اس ميدسا، لان هاد الميدسا كيمكن لهم يجيو في اي وقت ويشوفوا اي شخص يعني عيناه ليهم، فبالاحرى شخص كاين في قلب الخيريه ديال. ففعلا خديت هاد البادره هذه، لان جينا خممو قلنا بحال دابا مثلا غادي نتسناو حتى يكون عنده السينيسات، حتى يكون عنده كارت ناسيونال، حتى يكون عنده الايرت، حتى يوصل بعض الامور اللي هي قانونيه وخصها اجراءات طويله، عادي يمكن له هاد الشخص هذا يتعتق. فحنايا كانت المبادره مني انا شخصيا وتحملت المسؤوليه ديالها، فاختاريت انني نوجه واحد الاطباء يمشيو يشوفوا الشخص اللي مسمى سعيد. فعلا توجهنا، فاذا الحارس هناك، كانت سياره الاسعاف ديال اس او اس ميدسا، والحارس اتصل بالمدير وقال له راه كاينين واحد الاطباء هنايا اللي بغاو يشوفوا السي سعيد. قال لهم بلاتي انا غادي نجاوبكم. فاذا به من بعد قال لنا لا، ما يمكنش ليهم يدخلوا يشوفوه. فحنايا تفاجئنا، لان دابا حنا امام حاله انسانيه ما فيهاش واحد الحزازات، واش الخيريه عندها اطباء ديالها او لا كيتكلفوا بهم او لا ما كيتكلفوش. حنا امام راي عام، امام الناس خصها تعرف، اي واحد منا سواء انا او غيري او غيري اللي شاهدوا هذه الحاله هذه، انهم يتحركوا، انهم يديروا بادره. وانني في نفس الوقت طلبت من اس او اس اسم ميدسا على اساس انهم مره كاين واحد القافلات ديال الاطباء، وقلت لهم كيفاش انكم ما كتجيش تحركوا وما كتجيوش تمشيو لهاد الخيريات ولا كتعتبر مؤسسات عموميه انكم تشوفوا الحاله ديال هاد الاشخاص هادي. فاذا به كيقول لك حنا عندنا الاطباء ديالنا، فاذا كان عندهم الاطباء علاش هذاك السيد بقى في هذيك الحاله؟ حنايا ما كنطعنوش فيهم، ولكن اذا كان عندهم فعلا هاد الاطباء هادو، الشخص ما خصوش يكون في ديك الحاله، يرثى لها بهذه الطريقه هادي. هنا المدير ملي خدا هذا القرار، شنو البديل ديالو؟ شنو قال لكم؟ شنو غيدير هو؟ انت منعتي هاد الطب هادو اللي عوضتهم من مالكم الخاص، سواء ما كتبش يدخلوا ولكن خصهم يتخلصوا، خلصتهم. وهو شنو البديل؟ حنايا حيت هو دابا مسؤول على هذاك الجهاز كامل، خليناه كيتحمل المسؤوليه وغيجاوب الا بغى يجاوب. ولكن هو قال لك حنا عندهم واحد الموعد مع واحد الطبيب اخر يوم الاثنين، فقالنا غنتظروا باش يعني الطبيب اللي دايرين معاه هما الموعد يجي. حنايا ما عندنا حتى شي اشكال، فاذا كنا حنايا غادي نعطلوا بحال دابا اننا نديروا هذه البادره، هو ياخذها هو في يوم الاثنين، وهذا شيء ايجابي. حنا في جميع الحالات ما خص حتى شي حد يتقلق، لان كتبقى بادره انسانيه وكيبقى راي عام، اي واحد عنده الحق يدير هذا الخير هذا. هنا السؤال اللي غادي يبقى عندي يا استاذه، هو الاخت ديالو ما كانتش معاكم، مشيتي انت والاستاذه، علاش ما حضرتش هي؟ حنايا اولا ما كناش كنتظروا اننا غادي نطلبوا من شي حد يمشي معنا، لا سواء من عند العائله ديالو او من عند اي شخص، لان دي كتبقى مساله انسانيه، يمكن اي واحد فينا ياخذ البادره. فانا ماشي خديت لهاد البادره هذه كمستشاره قانونيه في هذا الملف هذا، ولكن انا كشخص انسان عندي الحق انني شخص في حاله صعبه، الدستور كيحميه وكيقول لك بانه اي واحد لقيتي في حاله صعبه الا واذا قدرك الله انك تمد له يد المساعده فكديرها. فانا درت هذيك البادره من راسي، ولكن لقيت واحد الصد من واحد الجهات، ماشي مشكله. انا اي واحد يبرر الموقف ديالو.
نفس السؤال استاذه، هي واش ربطتي بها الاتصال، خبرتيها، قلتي لها تازركم تمشي معكم؟ احنا يا خبرناها، قولي لنا احنا راه غاديين. انا قلت لها انا غاديه صافي، قلت لها لا بغيتي تجي اجي، ما بغيتيش تجي. الجواب ديالها هي ما جاوباتش، قالت لنا راه ماشي، قالت لنا يوم الاثنين كاين واحد الموعد ديال الطبيب مع الخيريه غادي يتكلفوا به هما. وقلت لها هذا لا يمنع انني انا تعاقدت مع الاطباء ديال اس او اس ميدسا، فيمشي ولا بغى يمشي. استاذ شكرا لك، هذا هو روح المواطنه صراحه، نناقش الموضوع في شق انساني، انه الاهتمام بهذا السيد الله يشافيه. مشاهدينا الكرام، غنشوف امور اخرى مع الاستاذه. استاذه مشيتي انت كملاحظه، تبعتي الاستاذه ليلى، مشات عند الاطباء، ربطت بهم اتصال، هي اللي خلصات من اجل تقديم مساعده لهذا السيد هذا اللي جاني غريب. والموكله ديالك تواصلت معها، ما عطاتش الموضوع اهميه، ما حضرتش، ما مشاتش معكم. انا اقول اتحفظ باش نجاوب على هذا السؤال تحفظا كاملا، الا انني من هذا المنبر كنشكر بزاف الاستاذه ليلى، لان ماشي حنا كقانونيه بل كانسانه. انا كنعرف انا الصديقه ديالي بزاف الاستاذه ليلى، وكنعرف عليه بزاف حوايج ما كيعرفوش على المغاربه كاملين، لان انسان اللي كتقدر تعطيك حوايجها هلا كيعجبك شي حاجه تحطها من فوق دارها تعطيها لك، لان انسان هذا الشيء اللي لاحظت فيها انا، داك الشيء اللي عزيز عليا بزاف، مسار اكثر من مسار الاخ الاخت ديالي. ودابا كما شفتوا دابا عندنا دائما راه هي تتطوع دائما، ماشي كمستشارة قانونية أو بالصفة ديالها ديال الخدمة، لا هي بحال هكا، هي مزايدة بحال هكا، لا شافت مشاش كتشدير لهم ماكلة، تما راه دايرة شي زرع كتدير لي باش ما يموتش، كدير خير أعمال خيرية، واخا تكون عندها غير 400 درهم تعطيها لشي واحد يتقبلهاش. إذا أنا كنشكرها بزاف، وهذاك الشيء علاش عزيز عليا بزاف، وأن المغاربة راه عزيز عليهم بزاف، ولا قربوا لها أكثر راه تعز عليهم بزاف. أنا بعدا كنشكرهم كنحييها، لأن لقيتها بعدا عيطت على اس او اس وخلصت من جيبها، وبقات كتجري كانسانه، ودارت اللي كنتظر لها انا بعد الملاحظه من النهار عرفتها دابا، لانني كتبان لي بحال من اهل الجنه، الا ان الناس ما كيعرفوهاش راه هي انسانه طيبه جدا، وهي بانتكم قدرات ديالها من الناحيه الانسانيه، اللي كتبكي لا بكى الواحد كتبكي لا بكى هي قلبها بحال هكا. انا هي دارت خطوات ايجابيه ليلى، غادي نعم غادي نرجع معاك لنفس الموضوع. استاذه قلتي لي اتحفظ، انا غنشوف معاك من اخر، انت كمحاميه في هذا الملف، انا غنناقش معاك كزينب، كام، كانسانه، كمواطنه مغربيه، عندك خوتك ولاد بنات، عدم حضور المعنيه في الموضوع كيفاش شفتيه انت؟ انا بالنسبه لي دابا ماشي كمحاميه، استاذه ليلى ماشي كمستشاره، حنا كانسان، كانسان انا ما يمكنش ليا لا كان خويا في ديك الوضعيه، ما يمكنش ناكل هو ما ياكلش، ما يمكنش ليا، ما يمكنش نشوف شي واحد ماشي على جاري، الله وصال الجار، الجار انا قسما بالله ما كنقدر ندخل للدار اللي ما ديتش واحد مشاش كيجيو عندي لواحد تما عندي حدا في البالكو، والله ما ندخل الدار ما ديتش ماكله. فبالاحرى انسان كسعيد راه كيبين لنا خونا كاملين، اش داك شو اثرت بزاف، راه خونا كامل راه مغربي، راه كله تما راه خوتنا، ما كاينه غير موز. حنا في الدنيا عطينا الله امتحان، امتحان ما كنديروا والو، تيمتحنا باش يعرف القلب. قال لك يوم لا ينفع لا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الحمد لله من هذا المنبر كنشكرك انت الاستاذ يوسف، لانك طيب وقلبك زوين وكنت غير خير الناس. وبالنسبه نشكر حتى هشام تاعو من هذا المنبر، لان دائما حنا مناظرين. الحمد لله كنشكركم بزاف. من كان سببا لهذه القصه عدم حضور ديالو اليوم بالنسبه ليا امر جد جد غريب. شكرا لك، كنشكرك على التطوع ديالك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا خطوه ايجابيه قامت بها الاخت ليلى من اجل المساعده لهذا السيد بدون اي هدف. مشاهدينا الكرام، هي ورفقه الاستاذه بشكل يعني تطوعي مشاو للمركز، خداو طبيعة الحال ربطوا الاتصال أطباء مختصين أجل مساعدة سعيد في الظرف الحالي، إلا أن بعد إخبارهم الأخت المعنية في الموضوع عدم الحضور ديالها وعدم شيئا ما عطاتش قيمة لهذا الحضور،
جاني أمر غريب. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص قصة سعيد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.